على الرغم من أننا نعيش في القرن 21، حيث يشهد العالم تقدماً علمياً وتكنولوجياً مذهلاً، إلا أن إيمان البشر بوجود كائنات غير مرئية مثل الجن والأشباح لا يزال قائماً ورائجاً. هذا الإيمان لا يقتصر على أصحاب الأديان فقط، بل يمتد أيضاً إلى المجتمعات الغربية والمتقدمة. وفقاً لدراسة أجريت في بريطانيا، أقر 38% من المشاركين بأنهم يؤمنون بوجود الأشباح والجن. وإذا حاولنا معرفة نسبة المؤمنين بالجن والأشباح في مجتمعاتنا، سنجد أن النسبة تقترب من 100%. يعود أصل الاعتقاد بوجود عوالم الجن والعفاريت والأشباح إلى المعتقدات الدينية والتراث الميثولوجي والفلكلوري، حيث تمثل هذه المعتقدات رؤية الإنسان القديم وتفسيره لبعض الظواهر والتي يصعب فهمها. يمكن القول أن عالم الأرواح والجن والأشباح هو نتاج عجز الإنسان وجهله في تفسير ما يراه من غموض وغرابة، ولا يختلف هذا عن منهجيته في الإيمان بفكرة الإله. طبعا فكما يوجد صانع لهذا الكون والحياة المدهشة، فهنالك أيضا جن وعفاريت تتحرك وتجول في عالمنا الغامض والعجيب. فكرة الجن والعفاريت والأشباح لا تتجاوز كونها نتاجا لعجز الإنسان وظنونه واستنتاجاته وتخيلاته، تماما كما هو الحال مع فكرة الإله. وبما أن هذه الفكرة تظل ظنية وتخيلية، فإنها تفتقر إلى أي توثيق علمي، ولا تعدو كونها ادعاء وتصورا لحالة نفسية وذهنية معينة. لذا لا يمكن إخضاعها للتجريب أو التطبيق العلمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه العوالم تعتبر غير فيزيائية كما يزعم، مما يثير التساؤل حول كيفية معرفتهم بوجودها، إذ أن أداة الإدراك المتمثلة في الدماغ تتعامل فقط مع الظواهر المادية. لن نكتفي هنا بتفكيك هذا الوهم باعتباره خرافة وخزعبلات تفتقر إلى أي دليل أو علم أو منطق، بل سنستعرض التفسير العلمي للاعتقادات المتعلقة بالجن والأشباح. فهناك تفسيرات علمية فيزيائية ونفسية تفسر سبب اعتقاد الناس بوجود هذه الكيانات الخرافية، وهذا ما نحن بصدده اليوم. ومن بين هذه التفسيرات ظاهرة الباريدوليا. يوجد لدى البشر اتجاه شائع ومشترك في فهم الأشياء، ينتقل من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة. هذه السمات تجعلهم يشعرون بها بشكل كامل. كما يقول الفيلسوف العظيم ديفيد هيوم، يمكننا أن نتخيل رؤية وجوه بشرية على سطح القمر أو جيوشا في السحب، وما لم يتم تصحيح هذا الميل الطبيعي من خلال التجربة والتفكير، فسوف يعزى ذلك إلى الخبث أو النوايا الحسنة في كل ما يؤذينا أو يسعدنا. الباريدوليا هي نوع من الوهم أو عدم القدرة على الإدراك، حيث يظهر حافز غامض أو غير واضح، يجعل الأشياء تبدو على غير حقيقتها بشكل واضح. على سبيل المثال، من منكم لم يتصور في طفولته وجه الله ولحيته في الغيوم، أو رأى وجه يسوع والعذراء مريم في قطعة خبز، أو تصور رسم كلمة الله على جزء من ثمرة ما، أو رأى الشيطان بقرونه في شجرة قديمة؟ هذه هي الباريدوليا،
فهي ميل فطري لفهم الأنماط المرئية وفقا لمعايير إدراك عشوائية، مما يدفع الناس للاعتقاد بأنهم رأوا أشباحا. على سبيل المثال، التقارير التي تتحدث عن رؤية أشباح من زاوية العين قد تكون نتيجة لحساسية الرؤية المحيطة. وفقا للباحث الأمريكي جون نيكل، فإن الرؤية المحيطة تتمتع بحساسية عالية ويمكن أن تضللنا بسهولة، خاصة في أوقات الليل المتأخرة عندما يكون الدماغ متعبا ويميل أكثر إلى الأخطاء في إدراك الرؤى والأصوات. كما يرى الباحث أن مجرد اعتقاد الشخص بأن المكان مسكون يمكن أن يؤثر على تفسيره للأمور العادية، حيث يمكن أن يعتبرها أدلة تدعم فكرته عن وجود أرواح. وعندما تنتشر فكرة وجود شبح في المنزل، فإن أي حركة لأغراض المنزل لن تفسر بالأسباب المنطقية أو الفيزيائية الحقيقية، بل سترزا إلى الشبح، وبالتالي تقدم الباريدوليا تفسيرا نفسيا للعديد من الأوهام المستندة إلى الإدراك الحسي. ومن أحد التفسيرات العلمية أيضا التي تستخدم لفهم ظواهر مثل الجن والأشباح هو الإيحاء. فالإيحاء هو عامل نفسي يجعل الأفراد أكثر عرضة لرؤية أو سماع أشياء خارقة للطبيعة أو مخيفة، خاصة عندما يعتقدون أنهم في مكان يحتمل أن تحدث فيه مثل هذه الظواهر. لا ينبغي التقليل من أهمية الإيحاء، إذ أن إيمان الناس بالأديان والتأثيرات الروحية يرتبط بشكل كبير به، بل إن تأثير الإيحاء يمتد إلى جوانب الحياة البيولوجية، حيث أظهرت دراسات أن الإيحاء يمكن أن يحدث تأثيرات علاجية على الأفراد حتى عندما يكون الدواء المعطى حاليا من أي مواد فعالة. في دراسة أجريت في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1992، قام العلماء بإحضار 22 شخصا إلى مسرح مهجور، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين متساويتين من 11 فردا. أبلغت إحدى المجموعتين أن المسرح أغرق بسبب حوادث متعددة تتعلق بالأشباح، بينما قيل للمجموعة الأخرى إن المسرح في حالة تجديد. وقد أظهرت النتائج أن المجموعة التي اعتقدت أن المسرح مسكون بالأشباح شعرت بمشاعر من الرهبة والخوف الشديد، بالإضافة إلى تجارب بصرية وسمعية مشابهة لتلك التي تروى في قصص الأشباح. في المقابل، كانت أفكار ومشاعر مجموعة الأخرى أكثر واقعية. هناك تفسير آخر يميل أكثر إلى الجانب الفيزيائي، وهي المجالات الكهرومغناطيسية والموجات تحت الصوتية والحقل المغناطيسي الأرضي، حيث ربطت العديد من الدراسات بين كثافة المجال الكهرومغناطيسي في منطقة معينة وإحساس الناس بوجود ظواهر خارقة للطبيعة. على سبيل المثال، أجرى عالم الأعصاب الكندي مايكل بيرسينجر أجرى دراسة تشير إلى أن التغيرات في الحقل المغناطيسي الأرضي الناتجة عن الحركات التكتونية، أي حركات صفائح قشرة الأرض والنشاط الشمسي المتمثل في الرياح الشمسية، يمكنها أن تؤثر على الفص السدلي في الدماغ، وهذا قد يؤدي إلى تجارب مرتبطة بالأماكن المسكونة، كما هو الحال مع موضوع الأحلام، حيث أظهرت الأبحاث الإحصائية وجود علاقة بين الأحلام والحقل المغناطيسي الأرضي. هذه الظواهر قد تسبب الإحساس بوجود كائنات غير مرئية
أو حدوث هلوسات بصرية أو سمعية، أو الشعور بلمسات خفيفة على الجلد. تمت دراسة هذه الفرضية من زوايا متعددة، حيث قام بعض العلماء بالتحقق من العلاقة بين توقيت بدء ظاهرة غير عادية في المواقع التي يزعم أنها مسكونة، وبين الارتفاع المفاجئ في النشاط المغناطيسي الأرضي. كما قام علماء آخرون بفحص ما إذا كان للمكان المعروف بالمسكون علاقة بنوع معين من النشاط المغناطيسي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت دراسة أخرى شملت تجارب مخبرية كيفية تفاعل الفص الصدغي في الدماغ مع الحقول المغناطيسية المختلفة، حيث أظهرت النتائج أن الأشخاص يمرون بتجارب مشابهة لتلك التي يقال أنها تحدث في الأماكن المسكونة. أما التفسير العلمي الآخر، وهو الترددات تحت السمعية وتعرف بالموجات تحت الصوتية، وأنها موجات صوتية ذات ترددات أقل من نطاق السمع البشري، مما يجعلها قادرة على إحداث أحاسيس ومشاعر وهلاوس مشابهة لتلك الناتجة عن الموجات الكهرومغناطيسية. يعتبر الصوت عاملاً آخر يسهم في حدوث مثل هذه التجارب، فالترددات التي تقل عن 20 مبغضة في الثانية تسمى تحت السمعية، وعادة ما تكون غير مسموعة. توصل الباحثان ريتشارد لورد وريتشارد وايزمان إلى استنتاج مفاده أن الترددات تحت السمعية يمكن أن تسبب للإنسان تجارب غريبة وتولد مشاعر غير عادية في البيئة المحيطة، مثل القلق والحزن الشديد والإحساس بالمراقبة وحتى القشعريرة. هناك تفسير آخر، وهو الإدراك الخاطئ للمؤثرات الفيزيائية. فحتى الآن، ووفقا لاستقصاءات إحدى اللجان العلمية، لا يوجد دليل علمي موثوق يثبت أن الأماكن يمكن أن تسكنها أرواح الموتى. ينتقد الذين يشككون في شهادات شهود العيان حول رؤية الأشباح تلك المشاهدات، معتبرين أنها ناتجة عن الإدراك المحدود للإنسان في تفسير الظواهر الفيزيائية العادية. على سبيل المثال، قد يؤدي تغيير ضغط الهواء في المنزل إلى إغلاق الباب فجأة، أو قد تكون الأضواء ناتجة عن انعكاس ضوء سيارة عابرة على النافذة ليلاً، مما يسبب بعض التهيؤات. أما المشاهد والأصوات وغيرها من الأحاسيس المرتبطة بما يسمى بالظواهر والكائنات الخارقة للطبيعة، فقد تكون نتيجة التعرض لتركيز عال من بعض المواد التي يمكن أن تحفز الجهاز العصبي والحسي للإنسان. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب أول أكسيد الكربون والفورمالديهايد وبعض أنواع المبيدات في حدوث هلاوس حسية، كما أن بعض أنواع الفطريات تفرز مواد كيميائية قادرة على إحداث مثل هذه الهلاوس. يمكن أن يتسبب التسمم بأول أكسيد الكربون في حدوث تغيرات في إدراك النظم البصرية والسمعية لدى الإنسان، وقد اعتبر هذا الغاز تفسيرا لظاهرة الأشباح في الأماكن المسكونة. في هذا السياق، يروي التاريخ أن الإغريق القدماء كانوا يتوجهون إلى معبد ديلفي للحصول على النبوءات واتخاذ قراراتهم المتعلقة بالحرب، لكن التقنيات هناك قد أظهرت وجود كميات ملحوظة من غاز أول أكسيد الكربون تحت أرضية المعبد، مما كان يؤدي إلى نوع من الهلوسة والرؤى الغريبة. وقد اكتشف فريق بحثي من جامعة كلاركسون الأمريكية، اكتشف تشابها كبيرا بين الهلاوس الناتجة عن التسمم بالفطريات وبين المشاهد والأصوات التي يرويها الناس عن تجاربهم في الأماكن المسكونة. ربما يكون هذا هو التفسير العلمي وراء معظم الادعاءات المتعلقة بمقابلة الأشباح في المواقع القديمة والمهجورة، حيث تكون هذه الأماكن سيئة التهوية
وغير نظيفة، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الفطريات والبكتيريا. الأماكن المهجورة والقديمة ليست العامل الوحيد الذي يسبب مثل هذه التأثيرات، فقد أشار بعض الباحثين سابقا إلى وجود تأثير نفسي عصبي مشابه يتعلق بالكتب القديمة المغطاة بالغبار، رغم أن هذا التأثير يعتبر أقل قوة من التأثيرات المرتبطة بالأماكن القديمة ذات التهوية السيئة. إلى هنا أعزائي نكون قد انتهينا من هذه الفقرة، نلقاكم في جزء آخر من وهم الظواهر الخارقة. دمتم بخير.